السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين يا شباب؟ النهاردة عن تمرين الصدر. نظرا لان الناس حبت الموضوع بتاع ان انا ترجمت الفاست 7 بتاعت هاني رامبود بالنسبة للباك ورك اوت او تمرينة الظهر. فانا قلت النهاردة انا كده كده عندي صدر فممكن اخشها ST7 واصورها لكم وتشوفوا. فتعالوا نتابع بقى نشوف. بس طلب يعني طلب صغير جدا وبسيط من الناس. يا ريت يا جماعه بس يعني اللي انا بعمله ده انا ما باخدش عليه اجر وما بعملش يعني ده عشان شهره ولا بتاع ولا الكلام ده. الفكره انا بوصل معلومه. فلو سمحت يعني وانت بتتفرج على الفيديو بعد اذن حضرتك، ولو الفيديو عجبك مش اكتر ان انت تعمل شير، ما توقفش المعلومه عندك، خلي المعلومه تنتشر للناس. يعني الفيديو ممكن يجيب مشاهدات اعلى، انا مش فارق معايا المشاهدات، الفارق معايا ان الناس تستفيد تتعلم. هو ده دي فكرتي في الصفحه اللي انا عاملها يعني. فتعالوا نشوف اس تي 7 بتاعت هاني رامبود النهارده في تمرينه الصدر هنعمل فيها ايه. المجموعه في الفاست 7 هو بتخش او اول حركه انا اسف بتخش صدر عالي، هتخش اربع مجاميع، المجموعتين الاولانيين خفاف والمجموعتين التانيين تقال. نفس السيستم اللي انا عملته في الظهر هو ماشي بيه نفس السيستم في الصدر. محتاجين الراحه ما بين الادوار 45 ثانيه، ومحتاجين ان التركيز في الكونتراكشنز. اهم حاجه ان انت تقبض العضله تبقى فيها القبضه بتاعت العضله تبقى جامده، ان انت طول الوقت متحكم في الطلعه وفي النزله. لازم تجيب من 10 ل 12 عده، عشان كده هو بيقول لك ما تصعدش بالاوزان جامد قوي. واحنا مكملين التمرينه هقول لكم كل اللي هاني قاله في الفيلم. يا الله تاني في نفس الحركة الأولى في الصدر العالي في ST7 بتاعت هاني رامبود. من ضمن الحاجات اللي كان قالها هاني في الفيديو وأنا اللي بعمله إن أنا بترجم اللي هاني بيقوله، أنا لا بضيف ولا بقلل من الكلام، أنا بقول اللي هو قايله بالظبط بالعربي عشان الناس اللي ما عندهاش الثقافة الإنجليزية تقدر تفهم هو بيقول إيه. في وسط الفيديو هو كان قال إن لازم يبقى أنت واخد كارب عالي قبل التمرينة في حدود ساعة. ده اللي هاني قاله، ان تبقى واخد كارب عالي عشان يساعدك جوه التمرينه دي عشان تقدر تكمل التمرين نفسه. وفي نفس الوقت لازم تبقى هايدريتد، تبقى مرتوي، يعني يبقى شارب ميه طول التمرين. طول التمرين انت بتشرب ميه. لو عايز يبقى عندك بامب عالي يبقى العضله كلها تبقى قايمه وفايره جامد جدا. لازم تشرب ميه طول التمرين. خش المجموعه الثانيه في الحركه الاولى. الأسئلة اللي كانت جت، الناس اللي بتناقشني في موضوع ان الكارب في التمرينه او هاني رامبود قايل كذا او كذا، يا جماعه انا مجرد ان انا بنقل اللي هاني بيقوله، انا ماليش علاقه بالموضوع، ما تناقشنيش، روح ناقش هاني. عشان بس نبقى صراحه في الموضوع ده، انا لا هزود ولا هنقص، هاني مدرب عالمي وهو عارف هو بيعمل ايه، انا كل ما عليا ان انا بترجم التمرينه مش اكتر، لان كان في ناس دخلت قالت لي وانت ايه رايك في التمرينه دي والكارب ليه عالي قوي؟ ما انا ماليش في التفاصيل دي، مش بتاعتي، دي بتاعت هاني رامبود، هو اللي مخترع الموضوع. بس ما علينا، نرجع لبقيه التمرين. الدور الثالث اهو، ده هنخش تقيل دلوقتي. بس رايي انا الشخصي لو انا اللي هعمل الموضوع ده ليا انا، التمرينه دي تقيله جدا يا جماعه، دي مش تمرينه سهله. خلينا مكملين وهتشوف، هتعرفوا في الاخر لما اجي للنقطه الحاسمه بتاعت الفاست 7 ده موت يعني. والناس اللي متفرجه على الفيديو بتاع هاني وجيرمي هيبقوا فاهمين انا داخل على ايه. يا الله. يا الله.
يا الله. وين؟ اوكي. الدور الاخير في فاز 7 في اول حركه هنخش ده اخر في التقيل. يا الله. بسم الله. يا 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 الله. اللهم انا الاخيره الاخيره ان شاء الله. يا الله. حركه ثانيه في الفاس 7 انت هتخش على العالي برضو لسه مركزين في الصدر العالي عشان هو هاني قال لك دايما ان اللعيبه عندهم الصدر العالي دايما بيبقى ضعيف فهو دايما تركيزه حتى مع جيرمي اللي هو واخد مستر اولمبيا في الفيزيك تركيزه على الصدر العالي عشان يقدر يحسن من ادائه على المسرح والصدر يبقى فيه دورانات جامده من فوق. ده كلام هاني اللي كان بيقوله في الفقره دي. هنخش دلوقتي هوريكو الفلاي او الفراشه هو بيعملها بشكل مختلف شويه غير المعتاد اللي احنا عارفينه كلنا اللي هو انت بتفتح دراعك تنزل وتطلع في نفس الزاويه. لا المره دي هو بيخلي الدمبل يلف في الهواء فتعالى شوف اوريكو الطريقه هتبقى عامله ازاي. وبرضه زي ما احنا متفقين من 10 ل 12 عده وما تشيلش اوزان تقيله شيل الوزن اللي يسمح لك ان انت تجيب ال 12 عده ويبقى معاك فيه مقاومه يعني لا وزن خفيف قوي ولا وزن تقيل قوي ما بين البنين يبقى عندك اللي هي سنه المقاومه او الريزيستنس في النص. ده الوضع الاخير هيبقى للدمبل كده. يا الله. 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 اوكي. المجموعة الثانية في الحركة الثانية في الفاس 7 وزن لسه مش تقيل قوي. أهم حاجة يا جماعة نلعب على اللفة بتاعة القبضة ونركز عليها دلوقتي أكتر خلي الكاميرا تجيبها أكتر. يا الله. يا الله. يا الله. ان شاء الله في الفاس 7 في الحركه الثانيه في الفراشه مع لف القبضات. يا الله. واحد اثنين. يا الله. يا الله. سكس. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله.
يا الله يا الله اوكي. الدور الاخير في الفراشه عالي في الفاص 7 تقيل وربنا يستر ومن حقك من 10 ل 12 عده انت وكفاءتك بقى، بس هو يحبذ يعني ان انت تجيب ال 12 عده ان شاء الله يا رب. يا الله يا الله يا الله يا الله طيب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اوكي. الحركه الثالثه صدر عادي، بس الفكره ان احنا مش هناخد الزاويه، هتبقى 90 الزاويه، هتبقى اكتر كمان من 45. انا هوري لك القبضه ازاي. هاني بيسميها اللي هي البار جراب، او بيسميها القبضه مثلا الحديديه او القبضه القويه حاجه كده. اهم حاجه ان كوعك ما يبقاش فاتح قوي عن المجانس، يبقى قريب منها، والتركيز كله على الصدر، انت بتزق لفوق. ومن ضمن الحاجات اللي هاني كان قالها برضو قبل ما اخش الدور، قالك لو انت وحد معاك المدرب بتاعك او حد من زمايلك بيتمرن معاك، يحبذ يعني لو هو وانت بتتمرن يحط ايديه الاثنين على الصدر من فوق، بحيث ان يخلي الدماغ تركز اكتر على الصدر في الكونتراكشنز او في القبضه او القبضه بتاعت الانقباض بتاع العضله وانت طالع. ده اللي هاني بيقوله. يا الله الثاني في الصدر الفلات او الصدر النايم. اهم حاجه زي ما هاني مركز عليها، قال لك الكونتراكشن او انقباض العضله ده يكون جامد جدا، وفي نفس الوقت بعد ما بتجيب ال10 من 10 ل 12 عده في اللي هم الخمس عدات السرقه اللي يعني انت بتشيت بس، اللي هو بتعمل حركه موشن كده، بتعمل كونتراكشنز للعضله او بتقبض العضله على قد ما تقدر، اللي هو اصلا لغايه فيلير، لغايه لما انت مش قادر تزق تاني. هوريك ازاي ده لو ربنا اعاني ان احنا نجيب ال 12 يعني. يا الله. واحد. اثنين. ثلاثة. أربعة. يا الله. ستة. سبعة. يا الله. ثمانية. تسعة. عشرة. يا الله. هنا دلوقتي خلاص انا جبت اخري، نجيب بقى الخمس عدات السرقة دول. واحد. اثنين. ثلاثة. اربعة. من ضمن الحاجات اللي هاني قالها قبل ما اخش الدور الثالث في الفلات، كان قال لما تيجي تاخد وزن من على الراج او من على الحامل بتاع الدنابل، هاته على رجلك واقعد وريح، خد نفسك، غير نفس، وبعد كده ابدا الحركه. يعني ما تجيبش الدمبل وتخش بيه الحركه على طول، هو عايزك تبقى مرتاح على قد ما تقدر، بحيث ان انت ما تسرقش في العدات وتبتدي تعمل عده غلط او تبتدي تحمل على اكتافك. هو عايز كل
الضغط او اللود او الكونتراكشنز يبقى على الصدر بس. فهو عايزك في جميع الاحوال تبقى انت مرتاح، الوزن مش تقيل عليك قوي، تقدر مسيطر تجيب ال 12 عده بتوعك مرتاح، وبعد ما بتجيب ال 12 بتخش الخمس عدات السرقه اللي احنا اتكلمنا عليهم. يلا بينا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله داي اي داي دور الرابع ان شاء الله في الفلات، وبعد كده هنبدا الجحيم بتاع فاس 7. دلوقتي هنخش اهم حاجه يا جماعه نبقى مركزين، ال 12 عده التجميع فوق ما يتحملش على الاكتاف، دي من ضمن الحاجات الاساسيه اللي هاني طول ما هو بيتمرن مع جيرمي عمال بيشرحها، بيقول لك ما تعليش عشان ما تعليش الكوع عشان الحمل ما يروحش على كتفه، وعايز الكونتراكشن طول الوقت على الصدر. يلا بينا نخش الدور، وادعوا لي بقى نقدر نجيبه ونجيب الخمس عدات. وبعد الخمس عدات هنعمل اللي هي البوزنج، او هنجمع الصدر التجميعه اللي هو اكنك بتشد على المسرح. دي من ضمن الحاجات اللي هاني بيعملها في التمرينه دي، انا نسيت انوه عليها، انا عملتها في الادوار كلها بس انا نسيت ان انا اصورها، فدلوقتي اصورها. يا الله خمسة ستة يا الله سبعة ثمانية تسعة التمرينه الاساسيه او الحاجه الاساسيه في التمرينه بتاعت هاني اللي هي الفاس 7 اللي هي اصلا مبني عليها كل التمرين بتاع هاني. هتخش على الكيبل كروس، بتفتح بتلعب تفتيح، وبعد كده بتلعب تجميع، وبعد كده بتنزل تعمل ضغط على الارض بس رجليك بتبقى مرفوعه على ترابيزه. هتشوف دلوقتي انا هعمل ايه. اللهم اعنا يا الله. اي اي سبعة ثمانية تسعة عشر يا الله يا الله خمس ست سبعة ثمانية تسعة عشر واحد بعد كده بعد ما بتطلع من على الكيبل بتقوم داخل على الدكه، تحط رجلك فوق، تنزل ضغط عادي. خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشر. بعد ده طبعا بكون مت بس لازم تجمع. تفضل قافل سكويز ثلاثة. من ضمن الحاجات اللي هاني قايلها ان الكوع لازم يبقى عالي تبقاش تحت. ست سبعة ثمانية
تسعة يا الله واحد واثنين وقلب برس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس يا الله ست سبعة يا الله ثمانية تسعة عشر واحد اثنين يا الله ست سبعة ثمانية تسعة عشرة الدور الثاني لسه فاضل خمس ادوار عشان ما اطولش عليكم الفيديو يبقى مدته طويله اللي انا عملته ده هعمله خمس مرات كمان نفس الحاجه الوزن الثابت بتلعب فراشه الكوع عالي مش تحت كوع عالي في مستوى الصدر مستوى الكتف تقفل الاول 10 ل 12 وبعد كده بريس او تضغط من 10 ل 12 وبعد كده بتيجي تحط رجلك فوق على الترابيزه وتعمل 10 عدات ضغط وبعد ما بتخلص ده بتقوم تجمع الصدر تفضل قافل 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 لغايه لما تقدر تاكسباند او تخلي العضله تفتح جامد جدا ده السيستم بتاع هاني رامبل فاز 7 شيست ورك اوت او تمرينه الصدر اللي انت سالتوا عليها خليكم متابعين ما تنسوش شير او خلي مشاركات مع اصحابك خلي الناس تشوف ما توقفش المعلومه عندك عشان انا اكمل اللي انا بعمله ده عشان افيد الناس على مستوى كبير جدا احنا بنحاول نخدم مش اكتر. السلام عليكم وتحياتي ليكم هاني.